بسم الله وكفى والحمد لله والصلاة والسلام على أنبيائه ورسله الكرام. يقول ربي: كلوا يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. حتى الفكر رزق، حتى الذكر رزق، الذكاء رزق. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات، توا أكل المأكولات كما أكل المعلومات، يعني نهضمها، لأن المؤمنين بلي المعلومة هي أسباب خلقها الله لخدمتنا. إحنا القرآن لو كان مش إحنا أهل الإسلام كنا نعتبره منا زاخر بالمعلومات، ولكن المعلومات هذه ربانية مباشر، مباشر تاخذ المعلومات. القرآن يعطيك أشياء اللي لا أحد من الذين يدعون العلم يتفضل. ولك علاش احنا اهل القران اذا كان فقهناه وعملنا بما جاء فيه يكون خير. اعوام العلاج النفسي البدني، كما انهيار لازم الرجل الانسان يا ربنا فيتخف عليه الهموم، فالمجهود كان يقاوم به الهموم والاشياء المهدده له لكيانه لحياته لوحدة شخصيته. أعلى نعاون الناس باش يرجو لله اللي هو الطبيب الأوحد، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما الطبيب الأوحد. نعود إن شاء الله.